مع خواتيم كل عام واستقبال آخر يتردد صداه من غير كلل ولا رتابة، يمنح الروح إحساس الحياة والحرية والانعتاق، يتسرب إليك اللحن ويعقبه الكلمة فيحلق بك في سماوات الوطنية وحب الانتماء والاعتزاز بصنع السابقين. يوم هو ذاك النشيد الذي أصبح رمزية لاستغلال السودان، ولأنه يوم الوفاء وقفنا هنا في الجبارات بالقضارف لنطرق باب صاحب النشيد الدكتور عبد الواحد عبد الله يوسف، الذي استقر من رهق الترحال وطول المغترب في وطن عزيز تغنى باسمه. هذا النشيد يعني أنا سعيد جدا إنه وجد من الاهتمام ما لم أكن أتصوره. وكما تعلم كانت البداية وأنا طالب في جامعة الخرطوم، فوزعنا المسؤولية بيننا نحن كلجنة إنه كل واحد فينا يعني يعمل حاجة عشان يوم الاحتفال. فأنا أخذت هذا يعني انتهزت دي فرصة، فكتبت يعني هذا النشيد، والهدف كان انه يقوم باداء فريق من طلبة الجامعة، هم يعني بيشاركوا دائما في الاحتفالات دي بالاغاني بالخطب، يعني هذا كان الطموح يعني مش اكثر من ذلك. وعلى الرغم من رمزية النشيد وما أضافه له الراحل الوردي، إلا إنه قد حبس عن أسماع الناس لفترة ليست بالقصيرة، لكنه بقي في وجدانهم يعلو ويسمو على حسابات الموازنات والمحاصصة. محمد وردي طبعا رحمه الله كان رجل شجاع جدا وفيه عنده شيء من العناد يعني، فربما سمع إنه الحكومة مش مبسوطة يعني من النشيد وما بعرف ليش. فمحمد وردي مشارك في الاحتفال المساء كان في دار الرياضة في الخرطوم، فأدى الأغاني اللي بأديها عادة في هذه الاحتفالات، وأدى النشيد في نهاية مداخلته، فطبعا كانت مفاجأة لكثير من الناس. نتيجة لذلك هم قرروا إنه ما يذيعوا هذا النشيد في الإذاعة، وأضافوا لها كمان يعني عناد لما اختلفوا مع وردي، ووردي طلع من السودان وبقى ما بساهم في الإذاعة إطلاقا، فأصبح هذا النشيد يعني أسير أضابير الإذاعة أو سجلات الإذاعة إلى أن ظهرت ثورة أكتوبر. وعبد الواحد المفتون بحب الوطن والمسكون بعشق القضارف اختار شريكة حياته بذات مواصفات الوطنية، فهي ابنة المناضل الراحل سليمان عبد الله سليمان صاحب المواقف الوطنية المشهودة. نحن فخورين جدا لأنه النشيد ده أصبح في يعني على لسان كل طفل وطالب والسودانيين كلهم جميعا، هذه حاجة نحن بنفخر بها وحاجة بنحتز بها. وعبد الواحد يعني مشهود بها حاجات كثيرة، هو أب يعني الله يديه العافية للسودان ولكل شيء ولعيد الاستغلال بالذات يعني، فنحن بشرفنا نشيد ده كثير. وللرجل وأسرته اعتزاز بالوطن ووفاء، فرغم طول المغترب إلا أن الوطن قد ظل في حدق العيون، فأي إجازة للرجل كانت تصادف الفاتح من يناير وكأن بينه والاستغلال ميعاد. الأماكن التي عملت فيها خارج السودان كانت دائما تراعي إجازة أطول في نهاية السنة، ولذلك كنا بننتهز هذه الإجازة الأطول عشان نجي القطارف ونجي السودان ونشوف أهلنا وأصحابنا ونجدد يعني نجدد ولائنا للوطن.
كتب عبد الواحد النشيد وتغنى وردي، فأصبح النشيد رمزية ودلالة لاستغلال السودان. وبعد 60 ونيف من السنوات ها هي القضارف تغني للوطن، فهي التي صاغت النشيد وحرست العلم ورافع العلم، وكأنها تقول وبصوت جماعي: اليوم نرفع راية استقلالنا. محمد الفاتح، الشروق، ولاد القضارف.